السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. مهم جدا 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 كل حد كده لحد آخر المحاضرة عشان الكلينيكال. كويس. الحالات اللي بتنزل في الكونجنتال هارت يا في اس دي ودي خدناها يا ثلاث ودي اللي هنبدأها إن شاء الله دلوقتي. أول حاجة يعني إيه فالوت تترولوجي؟ فالوت تترولوجي بنرمز ليها بحرف F4. فالوت ده اسم العالم اللي وصف الوضع ده. تترولوجي معناها ان الانومالي اللي في الهارت اربع حاجات، لان احنا في اخر المحاضره هنقول ان ثالوث وسط تريولوجي انومالي تانية فيها ثلاث حاجات، وسط انومالي ثالثه فيها خمس حاجات سموها ثالوث بين تولوجي. كويس. احنا دلوقتي هنتكلم على مين؟ ثالوث تترولوجي. الثالوث تترولوجي في عندي أربع حاجات، الديفينيشن اللي عندي هم الأربع حاجات. الرسمة اللي قدام حضراتكم ديت ملاحظين إيه؟ إن المفروض زي ما إحنا عارفين كلنا إن الأورطة بيبقى فاتح فيه الليفت فنتركل بس. كويس؟ أورطة بيطلع من الليفت فنتركل. ملاحظين بالرسمة اللي قدامكم هنا إيه؟ الأورطة فاتح فيه الليفت فنتركل زي ما انتم شايفين كده، وتاتي في الرايت فنتريكل. ده بيسموها ايه؟ اوفر رايدنج اوف ذا اورتا. بيسموها اوفر رايدنج اوف ذا اورتا. يبقى عندي اوفر رايدنج اوف ذا اورتا معنى ان الاورتا عامل اوفرلاب زي ما انتم شايفين كده، بحيث فتح فيه اللاب وفتح فيه الرايت فنتريكل. دي اول حاجه موجوده في اوفر رايدنج اوف ذا اورتا. النقطة الثانية، لو انتوا بصيتوا ادي الورد بتاعت الفنتريكل، الجزء اللي طالع ده اللي انا بشاور عليه، ويا ريت الناس ما تركنش نفسها بأي رسمة، الجزء اللي انا بشاور عليه اهو ده الانترفنتريكولار سيبتوم. اي جزء انا رسمه من الانترفنتريكولار سيبتوم؟ ذا ماسكولار بارت. وين ذا ميمبرينس بارت؟ مش موجود. ميمبرينس بارت ما اتكونش، وادام ما اتكونش انا عندي التو فنتركل فاتحين على بعض. لما التو فنتركل فاتحين على بعض بسميها ايه؟ البي اس دي. البي اس دي اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي ماسكولر ولا ممبرينس؟ ممبرينس. كبيره ولا ضيقه؟ كبيره. يبقى انا عندي تاني حاجه وايت ممبرينس بي اس دي. يبقى اول حاجه في اوفر رايدنج وده ايه؟ النقطة الثانية إن أنا عندي وايد ميمبرينس في السي. النقطة الثالثة، لو جينا بصينا الأجرة ده اللي أنا بشاور عليه، يا ريت تبقوا معايا، ده البالمونري أطر، والأحمر اللي لافف فيه حوالين بعض دول ده الأورطة. طيب إحنا عندنا أولاد الأورطة و الهارت، او اسف البيج فيسلز والهارت، كل واحد فيهم طالع من الامبريولوجي من اوريجن مختلف عن الاخر. بمعنى ايه؟ لو جينا بصينا في الامبريولوجي، الهارت طالع من حاجه اسمها كاردياك تيوب، حاجه اسمها ايه؟ كاردياك تيوب. لكن البيج فيسلز اللي هو الاورت او البلمونري طالعين من حاجه اسمها ترانكس ارتريوزس، اسمها ايه؟ ترانكس ارتريوزس. طيب الترانكس ارتريوزس هتكون الاورطة او البلمونري، والكاردياك تيوب هتكون البور تشامبرز اوف ذا هارت اللي حضراتكم شايفينها. طيب الكاردياك تيوب ده هيك لازم تلحق بالترانكس ارتريوزس بحيث ان الاورطة يطلع من الليفت فنتريكل والبلمونري يطلع من ايه؟ من الرايت فنتريكل. المكان بقى في الامبريال
الايديولوجي اللي حصل فيه كونكشن ما بين الترانكس ارتريوز وما بين الكاردياك تيوب، او بمعنى اخر اللي عندنا المكان اللي الاورطه ماسك فيه الليفت فنتري والمكان اللي البلمونري ماسك فيه الرايت فنتريكل، ده بيسموه انفانديبيولم. يسميه ايه؟ انفانديبيولم. يبقى الانفانديبيولم ده المكان اللي حصل فيه كونكشن ما بين البيج فيسل والفنتريكل ايه؟ بتاعه. الانفانديبيولم ده is a muscular part of the of the truncus arteriosus، يعني جزء من truncus arteriosus بس ايه؟ muscle layer. ده بيسميه infundibulum. هو فين الانفانديبيولم بتاع الاورطه؟ وفين الانفانديبيولم بتاع البلمونري؟ لو جينا بصينا للرسمه اللي قدامنا، ادي الاورتيك فالف، وادي الازرق اللي انتم شايفينه جنبه ده البلمونري فالف. الانفانديبيولم هو الجزء اللي تحت الفالف، الجزء اللي تحت ايه؟ الفالف. يعني الجزء اللي بشاور عليه ده من الاورطه هنا وهنا، ده الانفانديبيولم بتاع الاورطه. طيب هنا وهنا ده الانفانديبيولم بتاع الاورطه. طب هنا البالمونري، الجزء اللي تحت الفالف ده مين؟ الانفانديبيولم بتاع البالمونري. لازم ايه اللي حصل في الفالوت؟ لاحظوا العيال بتوع الفالوت دول بعد الولاده، خلي بالك من كل كلمه انا بقولها، الكلام اللي انا قلته من شويه اللي فيه اوفر رايدنج اوف ذا وورد وايت ممبرين فيه السي دي، ده موجود من الانترا تراين ساعه ما تكون الخط. الولد بقى بعد الولاده، خلي بالك الحاجه الثالثه حصلت بعد الولاده بقى قد ايه؟ الله اعلم. في واحد ممكن تحصل بعد اسبوع، واحد ممكن تحصل بعد شهر، واحد ممكن تحصل بعد شهرين، بس اللي انا بقوله ده لازم يحصل خلال الست شهور الاولى من حياه الطفل. لازم يحصل في ايه؟ ست شهور. هو ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي هي تاني حاجه بتحصل، وجدوا ان العيال دول بعد الولاده بيحصل عندهم هايباتروفي في الانفانديبيولم اوف ذا بالمونري ارتري. خلي بالك بقى، ادي الانفانديبيولم اهو عند العيال دول، العضله بتاعت الانفانديبيولم اوف ذا بالمونري ارتري بيحصل فيها ايه؟ هايباتروفي، حجمها بيبقى كبير. ادي الانفانديبيولم اوف ذا بالمونري ارتري، العضله بتاعته بتكبر بعد الولاده. بعد الولاده بقد ايه؟ لسه قايل حالا، فاريبل، ممكن بعد اسبوع، ممكن بعد شهر، بس لازم تكبر في اول كام؟ ست شهور. يبقى هنا حصل هايبرتروفي للانفانديبولم اوف ذا بالمونري ارتري. زي ما انتم شايفين كده العضله بتاعه الانفانديبولم اللي انا برسمها دي حجمها كبر. لما حجمها كبر ملاحظين هنا الفتحه بتاع البلمونري اتضيقت ولا وسعت؟ اتضيقت، فحصل بلمونري استينوزس. احنا عندنا لما يكون حاجه زي كده اورطه او بلمونري ضيق، سبق دي هنا ايه؟ فالفولر ولا سب فالفولر اوز؟ فالفولر يعني الليفلت بتاع الفالف لازقوا بعض فبيفتحش كويس، فالفالف بيبقى ضيق. لكن هنا المشكله الفالف سليم، المشكله ما تحت الفالف اللي هو مين؟ الانفانديبيولم، هو اللي فيه ايه؟ هايبرتروفي. يبقى هنا عندي هايبرتروفي في الانفانديبيولم او في بالمونري ارتري، عمل لي سب فالفولر بالمونري استينوزس. دي تاني او اسف ثالث حاجه في الفالف. النقطه الرابعه، لو جيتوا بصيتوا في الرسمه دي وكان عندكم جود اوبزرفيشن، هتلاحظوا اللي انا رسمه راسم الليفت والرايت فنتريكل تقريبا ذا سيم. انا كنت برسم قبل كده في الرسومات اللي قبل كده الور بتاع الليفت فنتريكل ثلاث امثال الور بتاع مين؟ الرايت فنتريكل. الاثنين شبه بعض هنا. ليه؟ لان العيانين دول من ساعه ما اتكون الحبط عندهم انترا تراين والكاردياك تيوب اتكونت، كونت الليفت والرايت وال سايد اوف ذا هارت، عندهم الانوميلي ده موجوده. فالرايت فنتريكل منذ تكوينه بيضخ الدراج في الاورطه زيه زي مين؟ زي الليفت فنتريكل. يعني
عندهم البريشر في الرايت والليفت فنتريكل كافيين. ليه؟ لان يعني الاثنين بيضخوا بيج فيسل واحد اللي هو مين؟ الاورطه. طيب والان ده بيضخ هنا وده بيضخ هنا، يبقى قوه الاثنين بقت زي بعض، البريشر هنا بقى زي هنا، سواء في السيستول سواء في الدايستول، ما اصبحش عندي بقى رايت فنتريكل البريشر اقل من الليفت، ولا العكس البريشر في الرايت قد البريشر فين؟ في الليفت. ولذلك حضراتكم تتوقعوا هنا البي اس دي فانكشنينج ولا نون فانكشنينج بي اس دي؟ نون فانكشنينج بي اس دي. ليه نون فانكشنينج؟ هنا في الدايستول الليفت والرايت البريشر بيوصل زيرو، والسيستول البريشر بيوصل الى اقصى مستوى في الاثنين ذا سيم، مالكش دعوه قد ايه؟ يبقى البريشر في الاثنين ذا سيم، وقال في السيستول والدايستول البريشر ذا سيم، مش هلاقي في فلو خلال مين؟ البي اس دي، لو كله بيطلق مين؟ في الاورطه. طيب هنا في الحاله دي انا عندي الرايت فنتريكل بقى نفس القوه بتاع مين؟ الليفت فنتريكل. فهنا المكتوب عندكم النقطه الرابعه ان انا عندي مايلد رايت فنتريكولر هايبرتروفي، في هايبرتروفي اند نوت دايلاتيشن. هايبرتروفي يعني الورد بتاعته ايه؟ ديفنت ديفنت شويه. ليه؟ عشان هو بيضخ دم ام اجينست ايه؟ هاي بريشر اللي هو مين؟ الاورطه. فحصل ان الرايت فنتريكل الول بتاعته بقت نفس الثيكنس بتاع الول بتاع مين؟ الاتفاق. يبقى هنا اول نقطه في محاضره اليوم اللي هو ايه الديفينيشن اوف فالو تتراجي. احنا عندنا فور انوماليز موجوده في الحرب. ايه هما الاربعه انوماليز دول؟ العيال دول عندهم اوفر رايدنج اوف الاورطه، زي ما حضراتكم شايفين اهو ان الاورطه فاتح في الليفت والرايت فنتريكل. النقطه الثانيه ان عندهم الجزء اللي بشاور عليه ده وايت ممبرينس بي اس دي. الجزء الثالث عندهم سب فانتولر بالمونري ستيروزس نتيجه هايبرتروفي مين؟ الانفانتيكولر. النقطه الرابعه ان عندهم مايلد رايت فنتريكولر هايبرتروفي اند نوت دايلاتيشن. طيب يبقى هنا الكلام ده يا اولاد كل الاربعه، واكيد على هذه النقطه قبل ما اشرح هيموداينامكس، ان كل الاربع انوماليز دول بيبقوا موجودين في الفالوت، واخد بالكم؟ لكن في ثلاثه موجودين من الانترا يوتراين، واحده بس اللي هي بتظهر بعد الولاده اللي هو مين؟ الهيبرتروفي بتاع الانفانتيكولر. في مشاكل؟ طيب يبقى اول حاجه الديفينيشن. النقطه الثانيه يا ترى ايه سبب الهابت تتراجع؟ وات زي تراجي؟ لو جينا بصينا على سبب الهابت تتراجع زيه زي اي كونشن الطبحات الموست كومان ايديوباثيك، يا اما نتيجه تراجي اتعرضت له الام في اول ثلاث اشهر من الحمل اللي هو دراكس او الراديشن. النقطه الثالث دلتا كونجنيتال انفكشن. النقطه الرابعه ماترنال ديزيز. النقطة الخامسة اسوشيتد ويز كروموسومال ايه؟ ديسوردر. الكلام واضح؟ زيه زي اي كونجنتال هارت ديزيز. طيب يبقى اتكلمت عن ديفينيشن، اتكلمت على الايتيولوجي، بعد كده ايمو داينامكس اللي بينا فهم ايه هو الكلينيكال برزنتيشن بتاع العيانين دول. ارجو لما نشرح الايمو داينامكس بتاع الفالوز دي حاجة كلينيكال، ما دام حاجة كلينيكال يبقى لازم تفهمه كويس جدا. نسيت اي حاجه وكملوا خليكم معانا لو سمحتوا. ايه اللي بيحصل في الفالوت فانكشن؟ خلي بالك احنا عندنا هنا الرايت فنتركل. الرايت فنتركل اثناء السيستول ادي الترايكاسبيد باند مقفول، محدش يبص في اي حاجه غير الرسمه لو سمحتوا، ما يبصش الا هنا. الترايكاسبيد باند في السيستول بيبقى مقفول، والناحيه الثانيه الميترال فالف في السيستول مقفول. وفي هذا التوقيت الاورطه والبلمونري هم اللي ايه؟ اللي مفتوحين. في مشاكل؟ طيب هنا الدم اللي موجود في الرايت فنتركل في مشكله. ايه المشكله؟ ان قدامه تو اوتلتس فاتحتين. اما اللي في الليفت فنتركل
هيحصل؟ هنا الرايت فنتريكل هيضخ الدم في الاورطه والبلمونري، لكن معظم الدم هيطلع فين يا ولاد؟ في الاورطه. ليه؟ لان السكه بتاع البلمونري هنا ايه؟ اتزيادت لما حصل هيبرتروفي فين؟ في الانفانتيبل. وانس ان حصل هيبرتروفي في الانفانتيبل اصبح البلمونري السكه فيه ضيقه، فهتلاقي كميه الدم اللي هتطلع هنا، شوفوا السهم هنا اهو اللي طلع في البلمونري هي هذه الكميه، دي كمية الدم اللي طلع في البلمونري. طيب والجزء الثاني الغالبية من الدم، شوفوا حجم السهم هنا اهو، معظم الدم بتاع الرايت فنتريكل هيطلع فين؟ في الأورطة. يبقى هنا عندنا الدم اللي في الرايت فنتريكل غالبيته طلع في الأورطة وكمية أقل طلعت فين؟ في البلمونري. طيب الكمية القليلة دي اللي طلعت في البلمونري يا أولاد هتروح إلى اللنج. الدم هنا اللي رايح للنج هنا قليل ولا كتير؟ قليل. يعني عندي لنج أوليجيميا، العيال دول يبقى عندهم كونجستد لنج سيمتومز؟ خالص، مش هلاقي كونجستد لنج سيمتومز. طيب الدم ده الكمية البسيطة دي، الكمية البسيطة دي هيحصل لها اوكسجينيشن وترجع إلى الليفت سايد، هو نفس السهم نفس الكمية هي اللي هترجع للليفت سايد، ودي الكمية اللي هيضخها الليفت فنتريكل فين؟ في الأورطة. لاحظ بقى هنا الدم اللي طلع في الأورطة معظمه اوكسجينيتد ولا نان اوكسجينيتد؟ معظمه نان اوكسجينيتد. ليه؟ هو الليفت فنتريكل هيجيب منين؟ ما هو بيجيب دم جاي منين؟ من اللنج، واللنج الدم اللي بيروح لها هيكون ايه؟ قليل. يبقى هنا الدم اللي طالع في الاورطه ميكس بلاد. هل اي ميكس بلاد يعمل لي سيانوز؟ لا. عشان يظهر عندنا يا اولاد سنترال سيانوز لازم تكتبوا هذه المعلومه، عشان يظهر السنترال سيانوزس تتسأل على هذا الكلام، لازم يكون الان اوكسجينيتد هيموجلوبين اكثر من 5 جرام. لازم يكون الان اوكسجينيتد هيموجلوبين اكثر من 5 جرام. يبقى عشان يظهر عندنا سنترال ساينوزس لازم يكون الان اوكسجينيتد هيموجلوبين اكثر من 5 جرام بير ديسيليتر. يبقى هنا عشان يظهر عندي سنترال ساينوزس لازم الان اوكسجينيتد يكون فوق كام؟ 5 جرام بير ديسيليتر. بمعنى ان انا لو عندي ميكس بلاد في الاورطه لكن كم الان اوكسجينيتد هيموجلوبين اقل من 5 جرام لا يمكن يظهر الساينوزيس كلينيكال ولا حتى هيلاحظه لا العيان ولا الدكتور المتابع. ليه؟ كلام واضح؟ هنا زي ما حضراتكم شايفين بقى، انا قلت المعلومه اللي تكتبوها خلوكم معايا، هنا معظم الدم اللي طالع في الاورطه هنا ايه؟ معظمه نان اوكسجينيتد. وادام معظمه نان اوكسجينيتد الان اوكسجينيتد هيموجلوبين هيكون اكثر من 5 جرام، الواد يظهر عنده ايه؟ هيظهر عنده سنترال سيانوزس. يبقى اول حاجه في ايه؟ الكومبلين الام هتلاحظ الايه؟ دي نقطه هامه جدا، ان الواد عنده ايه؟ سنترال سيانوزس. اول حاجه هتلاحظها الام على الولد ده، الواد طبيعي جدا، اول حاجه لفتت نظرها لما الواد ازرق جاله سنترال ايه؟ سيانوز. الزرقان اللي عند الولد ده باين قوي في شفايفه ولسانه، واخدين بالكم؟ هل مرتبط بالعياط ولا القصه دي؟ لا، ده بيرمننت ايه؟ سيانوز. يبقى هنا اول حاجه خلت الولد ده يروح للدكتور ملاحظه الام ان الواد ايه؟ ازرق، اما قبل كده مفيش عليه اي مشاكل. خلاص؟ طيب يبقى هنا اول الكومبلين سنترال سينوس. هنا بقى هيجي تسال، طب ما انت عندك اي كونجنتال سيانوتيك هارت ديزيز يعمل سنترال سينوس ازاي؟ واحد عنده حاجه اسمها ترانسبوزيشن اوف ذا جريت ارترس، الاورطه طالع من الرايت فنتركل والبلمونري طالع من
يبقى عنده سنترال سينوس، واحد عنده تريكاست تاتريز يبقى عنده سنترال سينوس، واحد عنده سنجل فنتريك يبقى عنده سنترال سينوس، واحد عنده بتسنتر ترانكاس ارتريوزس سنتر، كل ده ملوش دعوه بيه. ايه اللي يخليني اميز الفالوت عن اي كونجنيتال سيانوتيك هارت ديزيز اخر؟ هنسال الام السؤال بسيط خالص. الام جايه النهارده ابنها سايق ان هو عمره شهرين، تقول يا دكتور انا ملاحظه ان الولد بقالي اسبوع ابص في الولد الاقي الولد شفايفه ولسانه زرق لكن هو طبيعي وبيطلع كويس ومفيش اي مشاكل خالص. قلت جايز حاجه بطريقه وحطوه، بس الزرقان ده ملاحظاه دلوقتي بقاله اسبوع مش راضي يروح. فهمت؟ نقول لها يعني من قبل اسبوع ما كانش فيه حاجه؟ تقول لك يا دكتور من ساعه ما اتولد ما كانش فيه حاجه وكل الموضوع ده لسه ملاحظاه من ايه؟ من اسبوع واحد بس. يبقى معنى ذلك الولد ساعه ما اتولد ما كانش عنده ايه؟ سانوس لحد اسبوع فات. في مشاكل؟ ودي نقطة مهمة قوي، إن الـ onset of cyanosis، الـ onset of cyanosis في الفالوبتراتولوجي هام جدا. الـ onset of cyanosis بنقول إن هو إيه؟ shortly after birth. شرط عشان أقول إن ده فالوبتراتولوجي لازم الأم تديني في الهيستوري إن الولد ساعة ولادته ما كانش عزام. الزرقان ده ظهر بعد أسبوع أو ظهر بعد شهر أو ظهر بعد اثنين، كويس؟ بس شرط إن في الفترة الأولى من حياة الطفل ما كانش عنده إيه؟ ما كانش عنده سينوس، عشان أقول إن ده فالوت وأميزه عن أسباب الكونجنتال سينوتيك هارت ديزيز الأخرى. النقطة الثانية، طيب ما إحنا خدنا في البي إس دي إن الولد لو قلب أيزنمنجر يظهر عنده إيه؟ سنتر سينوس، بس عشان يظهر أيزنمنجر يا أولاد محتاجين سبع ثمان سنين، سنين طويلة. لكن هنا اميز الفالوت ازاي عن واحد عنده اي شنط وحصل لها ريفرسال يعني قلب ايزنمنجر، ان الثاني بيقعد فتره طويله على ما يظهر فيه هذا الكلام. اما هنا السينوزس صحيح ظهر بعد الولاده بس ولد ذا فيرست ايه؟ 6 مانس. يبقى هنا ما تاخرش قوي وما كانش موجود منذ الايه؟ منذ الولاده، لازم يظهر في اول 6 شهور. طيب هنا النقطه بقى، ليه الواد بقى في الفترة الأولانية ما كانش عنده سنترال إيه؟ سيانوس. خلوا بالكم من الرسمة واسمعوا كلامي ومحدش يفهم حاجة. ليه الواد بقى في الفترة الأولانية دي ما كانش عنده سنترال سيانوس؟ السبب الأول، أنا قلت في بداية المحاضرة واللي جاي متأخر واخدين بالكم بقى ده مشكلته، إحنا قلنا إن الفالوت تترولوجي عندي كام حاجة؟ أربع حاجات. الأربع حاجات دول ثلاثة كانوا موجودين من الانترترايم اللي هم موجودين قدامكم دلوقتي. إيه اللي موجود من الانترترايم؟ الأورطة دي إيه؟ أوفرايدنج. عندي وايد ممبرينس بي إس دي ومايلد رايت فنتريكولار إيه؟ هيبرتري. لكن ساعة الولادة الانفاتيبولم لسه ما حصلش فيه إيه؟ هيبرتري. إيه اللي هيحصل؟ هنلاحظ الآتي، خلي بالكم اللي هيحصل في الرسمة دلوقتي. إن هنا الرايت فنتريكل قدامه تو أوتلت. الأورطة ومين؟ والبلمونري. لو جينا بصينا الأورطة البريشر فيه عالي. البلمونري البريشر فيه إيه؟ أوطى. البلمونري ما فيهوش أي حاجة لحد دلوقتي أفلام. يبقى الأسهل الرايت فنتريكل معظم الدم يروح البلمونري ولا الأورطة؟ ها؟ معظم الدم هيطلع فين؟ في البلمونري او انت برضه ماشي. معظم الدم بتاع الرايت فنتركل يطلع فين؟ في البلمونري. تمام؟ يبقى هنا شايفين كده في الرسمه معظم الدم هيطلع فين؟ البلمونري. طيب كل الدم ده هيحصل له اوكسجينيشن ويرجع الى الليفت فنتركل، فكميه الاوكسجينيتد بلاد اللي وصلت الليفت فنتركل اهي. ملاحظين هنا ايه؟ ان الدم اللي طالع في الاورطه فعلا ميكسد بلاد، كويس؟ لكن معظمه اوكسجينيتد ولا نان اوكسجينيتد؟ معظمه اوكسجينيتد، كويس؟ لو جيت قست الان اوكسجينيتد هيموجلوبين هلاقيه اقل من 5 جرام. فالولد جسمه كله بيوصل له ميكسد بلاد، لكن كم الان اوكسجينيتد هيموجلوبين ما زال اقل من 5 جرام، وادام اقل من
5 جرام معنى ذلك ان الولد اصلا يظهر عليه ساينوز ما يظهرش عليه ساينوز عيد تاني كويس؟ وانت ليك امانه معايا الوصف بتاع التبرع ماشي وفي جواب شرح. طيب هنا بالنسبه لنا تاني ليه الولد ما كانش عنده ساينوز ساعه الولاده؟ قلنا ساعه الولاده الولد ما عندوش غير 3 حاجات الاوفر رايزنج الوايت ممبرينس والمايد رايز ventricular ايه؟ هايبرتي. في اللحظه دي لسه الانفانتيبولا ما فيهوش ايه؟ هايبرتي. فالبلمونري ارتري بيتنت ما فيهوش مشاكل، مش حاجه هتاكلها خالص. طيب ايه اللي هيحصل؟ الرايت ventricular الاسنانسس دول قدامه تو اوتلت. التو اوتلت مفتوحين. الدم غالبيته هيروح للبريشر الواطي ولا العالي؟ غالبيته هيروح للبريشر الاوطى. البريشر الاوطى في الاورطه ولا البلمونري؟ في البلمونري. فهنلاقي معظم الدم هيطلع لمين؟ البلمونري. يحصل له اوكسجينيشن ويرجع ليه اللفت فنتركل ويطلع في صوره اوكسجينيتد بلاد زي ما انتم شايفين قدامكم في الرسم. اما الكميه الاقل هتطلع فين؟ في الاورطه نان اوكسجينيتد. فهنلاقي دلوقتي الدم اللي موجود في الاورطه معظمه اوكسجينيتد بلاد. وادام معظمه اوكسجينيتد بلاد هلاقي الولد ده ما يظهرش عليه في هذه المرحله ايه؟ سنترال ساينوس. لما يجي بقى بعد كده الانفانتيبيلا بيحصل فيه هايبرتروفي اللي حصل عند الست دي بعد شهرين. لما حصل هايبرتروفي في الانفانتيبيلا العمليه اتعكست. الكميه القليله طلعت في البلمونري كويس؟ ومعظم الان اوكسجينيتد طلع على طول فين؟ في الاورطه. فبدا يظهر عنده ايه؟ السنترال ساينوس. يبقى لما اسال في الشكوي ليه يا ابني انت قلت ان العيان ده عنده فالو تيترولوجي؟ اقول له يا بيه في الهيستوري ان الام ادتني هيستوري اوف سنترال ساينوز، الواد عنده شفايفه زرقاء والكلام ده كله. يقول لك ما اي كونجنتال سينوتيك هارت يبقى عنده كده؟ اقول له لا يا بيه، الام سالتها الزرقان ده كان موجود منذ ولادته؟ قالت لي لا، الزرقان ده ظهر مثلا على القصه اللي انا بحكيها عند عمر ايه؟ شهرين. اكدت عليها يعني قبل شهرين ما كانش في حاجه؟ قالت لي ايوه قبل شهرين ما كانش في حاجه على الاطلاق. الكلام واضح؟ هيجي يقول لك طيب ليه بقى الواد بتاع الفالوت في الفتره دي ما كانش عنده ساينوز؟ اقول له لان في الفتره دي لسه ما كانش حصل الهايبرتروفي بتاع مين؟ الانفانتيبولا بتاع البلمونري ارتري. فمعظم الدم طلع فيه البلمونري، معظم الدم راح للنق بقى اوكسجينيتد، فمعظم الدم اللي طلع في الاورطه هيكون ايه؟ اوكسجينيتد بلاد، وبالتالي الولد ما يظهرش عليه السيانوزس كلينيكالي. سهله كده؟ السبب الثاني. ايه السبب الثاني بقى اللي يخلي السيانوزس يتاخر عن العيال دول؟ يعني ما كانش موجود ساعه الايه؟ الولاده. الناس اللي حضروا المحاضره بتاع الحد واللي هياخدوها ان شاء الله يوم السبت، اللي فاتهم الحد ياخدوها السبت ان شاء الله 7 صباحا. اصبروا بقى علينا، هنناقش الموضوع ده بس بعد ما اخلص. انا مش فارق معايا. خلاص بقى خلاص خلاص. المشكله ان انتوا بتتلككوا اي حاجه عشان تخرجوا من الموضوع. خلونا هنا. خلونا هنا. هنا بقى اللي انا رسمته ده ايه؟ رسمنا ده حاجه اسمها داكتس باكتريوزس. الداكتس باكتريوزس دي وصلة ما بين الاورطه والبلمونري. الداكتس باكتريوزس عند العيال دول هيحصل لها ديلي كلوجر. ليه هيحصل لها ديلي كلوجر؟ لان انا عندي دلوقتي الدم اللي طالع في الاورطه ميكس ايه؟ دلوقتي الدم اللي طالع في الاورطه هنا في الفتره الاولى دي ميكس بلاد ولا لا؟ شايفين ولا ميكس ولا لا؟ هو صحيح معظمه اوكسجينيتد، احنا لسه في المرحله بعد ولادته، معظمه صحيح اوكسجينيتد لكن في نان ايه؟ اوكسجينيتد. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيجي الدم اللي بيعدي من الاورطه للبلمونري خلال الداكتس الدم ده المفروض بعد الولاده لو كان بيور اوكسجينيتد بلاد ايه اللي بيحصل؟ في عندي في الول اوف ذا داكتس اندوثيليا. الاندوثيليا سيلز فيها اوكسجين
السنسور. لما تحس ان البي او 2 هنا عاليه، الدم اللي معدي هنا الاكسجين تنشر بتاعه عالي، تبدا تطلع ايه؟ كانت هي بتطلع بروستاجلاندين. بروستاجلاندين الكلام ده كله هتاخدوه في المحاضره اللي فاتت. بروستاجلاندين كان هو اللي مخلي الضغط مفتوح. هنا الدم بعد الولاده في الاطفال الطبيعيه بيبقى اوكسجينيتد، وادام اوكسجينيتد البروستاجلاندين ما يطلعش. ادام البروستاجلاندين ما يطلعش الضغط تقفل بعد الولاده على طول في خلال 15 ساعه. هنا بقى لو انتم ملاحظين الدم اللي بيعدي من الاورطه للبلمونري اللي هو ده ميكسد ولا بيور اوكسجينيتد؟ ميكسد. وادام ميكسد البي او 2 تحته واطيه ولا عاليه؟ واطيه. وادام واطيه البروستاجلاندين يتم طالع ولا لا؟ يتم طالع. وادام يتم طالع اتلخص تتاخر على ما تقفل. مش هتقفل عند العيال دول في خلال 15 ساعه، ممكن تقفل بعد اسبوع، ممكن تقفل بعد شهر، ممكن تقفل بعد شهرين زي ما حصل عند العيال ده. يبقى هنا العيال دول عندهم الدكتس ارتريوزس بيحصل لها ديليت كلوجر. كويس؟ ايه سبب الديليت كلوجر؟ ان الدم اللي بيعدي من الدكتس ارتريوزس ميكس بلاد. والميكس بلاد بيمنع الكلوجر اوف ذا دكتس ايه؟ ارتريوزس. ليه؟ الناس اللي خدوا الدكتس عارفين، والناس اللي ما خدوش الدكتس هيعرفوا هذا الكلام بتفاصيل المحاضره اللي فاتتهم. المهم يبقى هنا الدكتس ارتريوزس ما ميزتها بقى؟ ان الدكتس ارتريوزس خلت الدم يعدي من الاورطه للبلمونري. الادام الشانل ده مفتوح، يبقى الدم اللي هيوصل للبلمونري كتر اكتر، صح كده؟ الدم اللي وصل للنج بقى اكتر، كم الاكسجينيتد بلاد بقى اكتر. وادام كم الاكسجينيتد بلاد بقى اكتر، السينوزس يظهر ولا ما يظهرش؟ ما يظهرش. يبقى هنا الكلام بقى ليه العيال دول في الايام او الاسابيع او الاشهر الاولى من حياتهم ما كانش عندهم سنترال سينوزس؟ ملخص الكلام سببين. السبب الاول اللي هو ان الانفانتيبولم ما بيحصلش له هايبرتروفي الا بعد الولاده. واخدين بالكم؟ قبل الولاده ما كانش فيه هايبرتروفي. اسف، في الفتره الاولى من الولاده ما كانش فيه ايه؟ هايبرتروفي. فمعظم الدم هيروح للبلمونري، فمعظم الدم هيحصل له اوكسجينيشن فين؟ في اللنج. فمعظم الدم اللي هيطلع في الاورطه هيبقى ايه؟ اوكسجين. السبب الثاني ان الدكتس ارتريوزس عند العيال دول بتتاخر على ما تقفل. لما تتاخر على ما تقفل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الدم هيعدي من الاورطه للبلمونري. كم الدم اللي رايح للنج هيزيد، كم الاكسجينيتد بلاد هيزيد. ايه اللي يحصل؟ الواد ما يظهرش عنده سنترال ايه؟ سيانوسس. امال السيانوسس هيحصل امتى؟ اول ما الضغط تستقفل ويحصل عندي هايبرتروفي لمين؟ للانفانديبولم اوف ذا بالمونري ارتري. نرجع بقى لكلامنا، الضغط اتقفلت والانفانديبولم حصل فيه ايه؟ هايبرتروفي. الرسمه الاساسيه بتاعتنا بقى الانفانديبولم حصل فيه هايبرتروفي. فهنا معظم الدم اللي بيطلع فيه الأورطة نقص اوكسجينيتد،
كمية بسيطة بس اللي بتروح بالمناري. وادي الدم راح لللنج، حصل له اكسجينيشن وطلع هنا في الاورده. فملاحظين الرسمه الاساسيه بتاعتنا هي ان معظم الدم اللي طلع في الاورده ايه؟ نون اكسجينيتد. فالعيان عنده سنترال ايه؟ عنده سنترال سينوس. انا بس في رجاء ان الناس اللي جايه متاخره دلوقتي لازم يحضروا الجزء الاولاني مع الدكتور، وما اظنش بقيه الحصه هيبقوا مستوعبين امور كويس. الفالوت انا بقول اهو حالاته كثيره جدا، ولذلك بتمتحن عليه الاطفال وبتمتحن عليه كمان في البطن عشان تبقوا عارفين. بتمتحن عليه في الاطفال وبتمتحن عليه في البطن. ثانيا ما بيتشرحش في البطن، بيتشرح فين؟ في الاطفال. كل الكونجنت الهارت اقول لك انتوا خدتوها فين؟ في الاطفال، زي حاجات احنا كنا خدتوها في البطن. ماشي؟ طيب هنا جاي بيقول لي ايه اللي هيخلي الداكتس ارتريوزس تقفل والدم اللي رايح لها ما زال نون اوكسجينيت؟ هو الفكره انا ما قلتش ان هي حتى انها بيتا على طول، فلو ابتديتها بيتا تبقى مصلحه. هي هتقفل بس متاخر. خلاص؟ ليه هتقفل متاخر؟ هو هنا اللي بيحصل ان البروستاجلاندين اللي بيطلع عند العيال دول كميته قاعدة تقل يوم بعد اخر. ليه؟ لان كم الاكسجينيت بلاد قاعدة تزيد. كويس؟ فتلاقي البروستاجلاندين قاعد يقل، كل ما يقل البلاتس ايه؟ تضيق لحد ما تبقى لايقه جدا لدرجه تحصل صرام بس مقلقه. كويس؟ ده اللي بيحصل. بس هي هتتاخر زي ما قلنا، ممكن تقفل بعد اسبوع، بدل ما كانت تقفل اول 15 ساعه تقفل بعد اسبوع، قبل بعد شهر، واحد تاني قبل عند 5 اشهر، كل واحد حسب ايه؟ حسب ظروفه. السؤال الثاني هو نفس السؤال. هو هنا بيقول لي what is the cause of infundibular hypertrophy؟ سألناه. ما سموها فالوت ليه؟ هو فالوت وصف حاجه لقاها، لكن ايه اللي عملها يعلم الله. ده اللي بيحصل، محدش عارف. كلام واضح؟ طيب خلونا ايه؟ نيجي بقى النقطه الثانيه. العيال بقى بتوع الفالوت دول، خلاص بتوع الفالوت دول يا اولاد عندهم حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه دي؟ الأم تقول لك يا دكتور الولد ده ما بيقعدش زينا زيه كده. دايما يحب يقعد مقرفص. يقعد فين؟ في السكواتنج بوزيشن. تبص على الولد دايما لما يجي يقعد على كرسي أو كنبة تلاقيه قاعد كده. ده السكواتنج بوزيشن. وهتشوف العيال في الكلينيكال كده. بيقعدوا كده. حتى بتتحصر ما يحبش يقعد كده. اللي هو عنده فالوت تتردش. تمام؟ بيحب دايما يقعد فين؟ في السكواتنج بوزيشن. هذا الوضع غير مريح للكل. لان اي حد فينا يقعد في الوضع ده بيجي له اسكيميا في اللور لم. لما يجي له اسكيميا في اللور لم يبدا يجيب دم وبتاع، وضع يبقى سيء جدا. هنا بقى الولد يقعد في الوضع ده، ممكن يقعد وينام كده. مفيش مشكله، مرتاح قوي في الوضع ده. السكواتنج بوزيشن ده سبيشال ديكيوبيتس، ما بيحصلش مع اي كونجنتال سيروتيك ولا اي سيروتيك هارت ديزيز غير مين؟ الفالوت ترانش. مفيش عيان في الطب هيقعد بهذا الوضع غير العيان بتاع مين؟ الفالوت ترانش. طيب ليه بقى الولد بتاع الفالوت بيحب دايما القعده دي؟ لو جينا بصينا الولد في القعده دي ايه اللي حصل؟ في الحته دي اللي بشاور عليها الجزء ده هو هنا كده الفيمورال ارتري شمال ويمين. الجزء ده قال لي هنا عندي مبلطيه ايه؟ ارتري شمال ويمين.
الواد لما يكون قاعد في الوضع ده عامل كينج للفيمورال والكوبليتير، تاني الفيمورال والكوبليتير ارتري، لما يدني الفيمورال والكوبليتير ارتري الفات بريشر على الاورطة ها يزيد. تخيل انت مركب خرطوم بحنفية ومشغل الميه وجيت انت تنزل الخرطوم، هتلاحظ ايه؟ ممكن الخرطوم يسيب من الحنفية. ليه؟ لان الباك بريشر زاد لحد ما اتشال من الحنفية. هنا لما يحصل جانكينج للفيمورال والكوبليتير البريشر في الاورطة يعلى قوي. لما البريشر هنا في الاورطة هنا يعلى ايه اللي يحصل؟ الرايت فنتركل هيحصل ايه؟ مش هيقدر تضخ كل الكميه دي هنا، هتلاقي كميه الدم اللي تطلع في البرمجه ايه؟ هتزيد. لما كميه الدم اللي تطلع في البرمجه هتزيد، كم الاكسجينيتد بلاد؟ هيزيد. السينوس عنده مش هيختفي، لكن الهايبوكسيا عنده هتقل ايه؟ هتقل. لما الهايبوكسيا عنده تقل تلاقي الواد ايه؟ يرتاح. طب بالعكس تقول له ليه بتنمل؟ تقول له ده بتحسن كده عمرها ما تنمل. طب ايه الوضع عنده ممكن تنمل عشان مين؟ الاسكيميا والهايبوكسيا. يبقى هنا بالنسبه لنا العيانين دول اللي بيقعدوا في السكواتنج بوزيشن، لان في السكواتنج بوزيشن بيحصل كينكينج للفيبرال والبوبليتيه العاطي، البريشر في الاورطه هيزيد. اللي يحصل؟ الدم هيبدا كميته اللي رايحه لللنج ايه؟ هتزيد. كم الاكسجينيتد بلاد هيزيد؟ الهيبوكسي عند الواد ايه؟ هتزيد. السبب الثاني ده اضغاث احلام. مكتوب عندكم عشان نريح بعض اساتذتنا، لا اكثر. يقول لك ايه؟ خلي بالك من الكلام المنتن اللي انا هقوله ده. ان احنا لما بنقعد في السكواتنج بوزيشن، خلاص؟ لما بنقعد في السكواتنج بوزيشن، تخيل انت قاعد في السكواتنج بوزيشن كده بتضغط على بطنك. ضغط على الابدومينال وول. لما بتضغط على الابدومينال وول بتزود الانترا ابدومينال بريشر. لما تزود الانترا ابدومينال بريشر بتعمل سكويزنج للدم اللي موجود في بطنك ورجليك الى الرايت سايد اوف ذا هارت، يبقى الفينس ريتيرن ايه؟ هيزيد. الدم اللي رايح للرايت سايد هيزيد، الدم اللي رايح للرايت فنتركل هيزيد. وايه يعني؟ الدم اللي رايح للرايت فنتركل هيزيد، لكن معظمه هيطلع فين؟ في الاورطه. حصل حاجه. هنا يقول لك الدم اللي رايح للرايت فنتركل هيزيد، الدم اللي رايح للبرمجه هيزيد، كم الاكسجينيت البلاط هيزيد، انت منكتل ومعكتل. النسبة متناسب. مثلا لو انا هنا بطلع 5 لتر مثلا، ال 5 لتر 3 لتر بيطلعوا فين؟ في الاورطة، و2 لتر للبلمونري، يبقى هنا نسبة الان اوكسجينيتد 60%، 3 و2. طيب لو طلعت 10 لتر، ال 10 لتر 4 هيطلعوا في البلمونري و6 هيطلعوا فين؟ في الاورطه. صحيح اللي طلع البلمونري زاد، بس برضه اللي طلع الاورطه ايه؟ زاد. برضه نسبه الان اوكسجينيتد 60%. الهيبوكسيا اتحسنت؟ ما اتحسنتش. هذا الراي اضغاث واحلام لراحه بعض زهاد العقول. الكلام واضح؟ فاحنا بالنسبه لنا بنقوله عشان نريح بعض الناس، ان احنا عمليه الكينكينج فيمورال وكوبليتير ارتكل سكواتنج بيعمل سكويزنج للبلاد من اللور لامب والابدومين، بيزود الفينس ريتيرن، بيزود الدم اللي رايح ليه اللق، ويزود كم الاكسجينيتد ايه بلاد. انا بقول الكلام ده وهو غير سهل، لكن لازم تبقى عارفه عشان لما يقول لك ايه تاني تبقى عارف ان هو عايز الحته دي. في مشاكل؟ يبقى النقطه الثانيه الام لاحظتها ان الولد دايما بيقع فين؟ في سكواتنج بوزيشن، عنده سكواتنج. ودي برضه اثناء البحث لازم ايه؟ ألاحظ. النقطة الثالثة، أي واحد عنده سنترال سيانوزس، لما يحصل عندنا أولاد سنترال سيانوزس، السنترال سيانوزس ده بيعمل بريفرال هايبوكسيا جامدة جدا. من ضمن الحاجات اللي هي هايلي سنسيتيف لنقص الأكسجين النيل بيتيكولات، النيل بيت. النيل بيت لو حصل نقص الاكسجين لاي سبب، سواء توكسين اثرت على الباسكولار فلو، سواء كونجلت سيروتيك هارت، الدم اللي وصل له لكل حته قليل بما فيهم النيل بيت، فبيحصل هيبرتروفي
لمين؟ للنيل بيت. لما يحصل عندي هايبرتروفي للنيل بيت، تبص على الولد ده على ضوافره تلاقي ضوافره زرقاء، وتلاقي الضفر عامل كده. في هايبرتروفي فين؟ في ضوافره، وضوافره زرقاء. ده بسميه ايه؟ لما يحصل هايبرتروفي ده اسمه ايه؟ كلابينج. خدتوا الكلام ده؟ هو في البطنه. بس الكلابينج في عندي بير كلابينج وعندي سيانوتيك كلابينج. هي هنا الكلابينج الضوافر زرقاء ولا بهدانه؟ زرقاء. يبقى هنا عندنا ايه؟ سيانوتيك كلابينج في ايدين ورجلين. كويس؟ يبقى العيال دول عندهم ايه؟ سيانوتيك كلابينج. يبقى هنا عندي سنترال سيانوت صعب بعد الولاده بشويه. النقطه الثانيه عندي سكواتنج بوزيشن، الولد ده عنده كلابينج في ايديه ورجليه. اللي مضايقه التكييف يبعد عنه. اللي مضايقه التكييف يبعد عنه. الدنيا ما شاء الله يعني ايه؟ امبارح عليه. طيب بعد كده نيجي بقى نتكلم على النقطة الرابعة. الأم بقى حكي لك تقول لك يا دكتور الولد هي عارفة بقى إن عنده خلل في الترنس. الأم بقى هتيجي تقول لك يا دكتور الولد كان بيموت مني امبارح، وجيت بيه على المستشفى مفيش. أنا على يعني ما لبست هدومي كان الولد بقى كويس، أما أنا شفت الولد بيه مات قدامي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل الآتي، خلي بالك. الأم فجأة لحظة الولد ده حصل له إيه؟ حصل له سينكوبال أتاك، وقع من طوله. هو كان بيلعب فجأة وقع من طوله. بصت على وش الولد لقيت الولد إيه؟ الزرقان اللي في وشه اللي هي معتادة تشوفه ده بقى أسود، يعني مور سيروتيك. يعني الولد عنده ديب سيروتيك دلوقتي. نقطة تانية، بدأ الواد يتشنج. أنا بحكي لكم على القصة. تقول لك يا دكتور الواد كان بيلعب، فجأة لقيت الواد وقع من طوله، بصيت عليه لقيت الواد وشه مش الزرقان اللي أنا معتاد عليه، الواد وشه اسود خالص، كويس؟ بقى عنده مور ديب إيه؟ سيانوزس. وبعد كده لقيت الواد إيه؟ بدأ يتشنج. طيب مفيش، قمت جاري فكرت الواد بيموت ولا حاجه، شلته جاري وحالا بقى لقيت الواد فاق وبقى يجي يلعب، ابتدى يجي يلعب زي ما كان بيه ايه؟ بيلعب. الله، في حاجه عندنا اسمها ايه؟ سيانوتيك سبيلز. ليه سبيلز؟ لان انت ماخدش وقت طويل، قصيره خالص. ده هي على لبسه هدومها الواد بقى زي الفل، عنده سيانوتيك ايه؟ سبيلز. الولد عنده سينوتيك سبيلز. ايه اللي حصل بالسينوتيك سبيلز؟ سينوتيك سبيلز اللي حصل الاتي، ركزوا معايا بقى. الولد ده لسبب غير معروف، بعض الناس قالوا بيحصل معاه اي فايرال انفكشن، لكن المين؟ ما حدش عارف. كل دي ثيوريز. الكلام اللي انا هقوله ده مع فايرال انفكشن، ناس بتقولوا مع هايبوكالسيميا. ايه اللي حصل؟ الانفانديبولم ده كان فيه هايبرتروفي، دلوقتي بدا حصل عندي اسبال في الانفانديبولم اوف ذا بالمونري ارتري، يعني العضله دي حصل فيها ايه؟ كونتراكشن. لما حصل فيها الكونتراكشن قفلت مين؟ البالمونري. شوف بقى اللي حصل، العضله حجمها كبير فمضيقالي الفتحه بتاع البالمونري، دلوقتي الفتحه بدا يحصل بيها ايه؟ كونتراكشن. لما حصل كونتراكشن في الانفانتيبيولم وفي البالمونري ارتري، البالمونري ارتري اتقفل. لما البالمونري ارتري اتقفل مفيش دم دلوقتي بيروح للبنك، صح؟ واذا مفيش دم بيروح للبنك اصبح الخط الاحمر اللي انا كاتبه اللي اسمه ده اللي هو الاوكسجينيتد بلاد مش موجود. الدم اللي في الرايت فنتريكل هو اللي بيطلع في الاورطه. الليفت فنتريكل ما بيجيبوش دم اوكسجين ما بيطلعش، يبقى كل الدم اللي في الاورطه اصبح ايه؟
مانع اكسجين. تخيل مخ الولد ده بيوصل له ميكس بلاد ومعظمه مانع اكسجين، دلوقتي بقى كله مانع اكسجين. ايه اللي حصل؟ الولد وقع من طوله، الكهرباء قطعت وقع من طوله. يبقى هنا سبب السنكوبا الاتاك حصل برين انوكسيا، مفيش اكسجين فحصل سنكوبا الاتاك. طيب في الوقت ده كل الدم اللي واصل اسمه نان اوكسجينيتد، لذلك الام في الوقت ايه؟ اسود بقى مور سيروتيك. بعد شويه لما بيحصل عندي برين هايبوكسيا اللي بيحصل بيحصل عندي حاجه اسمها انيروبيك ميتابوليزم. الانيروبيك ميتابوليزم بيطلع لي ميتابولايز، ميتابولايز بيعمل اريتيشن للبرين سيلز. لما يحصل اريتيشن للبرين سيلز يقوم يحصل ايه؟ كونفرجن، الواد يتشنج. طيب الهيبوكسيا يا ولاد لما بتوصل لدرجه معينه بترخي كل المسلز. ايه اللي حصل؟ نتيجه ان الهيبوكسيا زادت بدا يحصل ايه؟ ريلاكسيشن اوف ذا انفانتيبولم، بدا يرخي تاني. العضله دي فكت بقى. لما العضله دي فكت بدا الدم يطلع فين؟ في البلمونال، بدا يظهر عندي اوكسجينيتد بلاد، بدا يوصل للبرين اوكسجينيتد بلاد، بدا الوقت ايه؟ يفوق مرة ثانية. كويس؟ دي بيسموها ايه؟ سيروتيك سبازم. تخيل الولد ده لو السبازم ده قعد أكتر من 5 دقايق هو الداي. ليه؟ هيحصل برين داث. كويس؟ لو استمر أكتر من 5 دقايق هيموت. ولو مات الأم مش هتجيلي بقى. ما هو محدش يقول بقى ليه سموها سيروتيك سبازم؟ افترضنا طولت ومات الولد. أقول لك ما هو لو مات الولد مش هيجيلي. ولو جالك الولد ميت مش هتسأل مات فين؟ زي ما احنا بنكتب كده وجود حاده في الدوره الدمويه والتنفسيه كله ممكن. تمام؟ لكن السيانوتيك سبيلز هي جات من اتاك وفكت. ما فكتش يبقى مش هتجيلك ولا حتى ايه؟ هيسالك. كلام واضح؟ يبقى دي السيانوتيك ايه؟ سبيلز. يبقى هنا سبب السيانوتيك سبيلز ان حصل عندي سباز في الانفانتيبلم اوف ذا بالمونري ارتري. سبب سباز بايه؟ يعلم الله. لكن في ناس بتقول نتيجه هايبوكالسيميا، في ناس بتقول نتيجه فايرال ايه؟ انفكشن. الكلام واضح؟ السبازم ده لما حصل مفيش اوكسجينيتد بلاد هيبقى موجود، لان كل الدم هيرجع في الاورطه نان اوكسجينيتد. في الحاله دي هيحصل سيفير برين هايبوكسيا تعمل سينكوبال اتاك، السينوكس هيبقى مور ديب، هيحصل عندي جنراليز كونفولجنز، وبعد كده يحصل ريلاكسيشن اوف ذا انفانتيبولا مره اخرى، يبدا يظهر اوكسجينيتد بلاد، يبدا الواد يفوق مره ثانيه. في مشاكل؟ طيب يبقى هنا الكومبليت. اول حاجه سنترال ساينوس ما كانش موجود ساعه الولاده، ظهر بعد الولاده بشويه. النقطه الثانيه الولد عنده بعد شهور يظهر كلابينج في ايديه ورجليه، ساينوتيك كلابينج. الام هتلاحظ الولد ده طول الوقت قاعد فين؟ في السكواتنج بوزيشن. مش كده وبس، لو في ساينوتيك سبيلز الام هتقول لك دي عنده ساينوتيك ايه؟ سبيلز. سهله. بعد كده اكزامينشن. لما نيجي نعمل اكزامينشن للولد ده في الجنرال اكزامينشن خلي بالك من حاجتين. الولد قاعد ازاي في السرير؟ هتلاقي الولد قاعد فين؟ في السكواتنج. يبقى في الجنرال اكزامينشن البوستشر بتاع العيال مهم قوي، ان هو قاعد في السكواتنج بوزيشن. النقطه الثانيه تبص على الساينوزس، هتلاقي عنده سنترال ساينوز. عرفنا سنترال ساينوز ازاي؟ عشان شفايفه ولسانه زرق مع الاطراف. مش كده وبس، الاطراف فيها ايه؟ ساينوتيك كلابين. كويس؟ يبقى في سنترال ساينوز مع سكواد. طيب لما اجي اعمل اكزامينشن اوف ذا هارت، خلي بالك انتوا لاحظتوا حاجه في الرسم هنا؟ قلنا حاجه كبرت. الرايت فنتريكل مايل رايت فنتريكل هيبقى قول تخني شويه. قال له قول تخني شويه. تظهر حاجه؟ الولد ده رايت ليفت فنتريكل كبر، ليفت اتريال كبر، رايت اتريال كبر، الاورطة كبر، البلمونري كبر، مفيش حاجة كبر. وقال لك مفيش حاجة كبرت. انسبكشن اند بالبيشن. ها؟ Nothing abnormal، everything is normal. كويس كده؟ مفيش أي مشكلة في الانسبكشن، ما دام مفيش حاجة كبرت كل حاجة طبيعية. يبقى الولد الانسبكشن والبالبيشن نورمال. بالكشن نورمال. يبقى كل الموضوع كله هيبان فين؟ في الاوسكالتيشن. الفالوت عمرنا ما هنشخصه بالانسبكشن والبالبيشن والبركشن. المين دايجنوزز ثرو اوسكالتيشن. ليه؟ لان مفيش اي فايننج هتبان بالثلاث خطوات الاولانيه.
عباره عن بص، اول حاجه عندنا في الاوسكالتيشن هندي كومنت على الهارت ساوندز. خلاص دلوقتي احنا جبنا سيره الميترال والتريكاسبيد باي حاجه، يبقى الفرق الساوند توقعاتكم ايه؟ اس 1 نورمال، ادي اس 1 زي الفل نورمال، اس 1 نورمال. تعالى السكند ساوند، السكند ساوند نورمال عندنا الاتي، عندنا الاورطة وبالمونري كومبوننت. قلنا الاورطة كومبوننت البريشر اللي بيقفله 80 فصوته عالي، والبالمونري البريشر اللي بيقفله كام؟ اللي بيقفله 10 فصوته اوطى. كان ده البالمونري كومبوننت، وادي الاورتيك كومبوننت باللون الاحمر والبالمونري باللون ايه؟ الازرق. فاحنا كنا عشان نسمع التو كومبوننت على بعض في بدايه الكارديولوجي كنت لازم احط السماعه فين؟ انا بحطها على البالمونري اري عشان اقدر اسمع البالمونري كومبوننت والاورتيك كومبوننت مع بعضهم، لكن في اي حته انا بسمع الاورتيك كومبوننت فقط لا غير. في مشاكل؟ طيب هنا بقى المشكلة. طبعا الناس البروفيشنال مش حضراتكم، انتوا لسه في بداية الطريق. احنا بنسمع اورطة البالمونري كومبوننت. فين؟ في البالمونري كومبوننت. هنا بقى ايه اللي حصل؟ خلي بالك الاورطة ريسيفينج بلاد فروم تو تشامبرز. مضختين بيضخوا فيه. تخيل اللي بيحصل. مضختين بيضخوا في وان فيسل من ساعة ما اتكون. الوول بتاعته كل مرة مع كل سيستول اتنين بيضخوا فيه ينفخوه. ده سو يحصل ريكوير. فالوول بتاع الأورطة عند العيال دول فيري ثينك. بس عمرها ما تتجه دليل إن الأورطة كبير. كويس؟ زي البلبل. طيب وألام الوول تخنت الدياستول بتاعها يبقى عالي ولا واطي؟ ما هو إيه اللي بيعمل الدياستول بريشر؟ التنشن بتاع الاورطه. الوول تخينه الريكوير بتاعها هيبقى جامد، الدياستوليك بريشر في الاورطه هيبقى ايه؟ عالي، مش هيبقى 80 ممكن تلاقي 90 ممكن تلاقي اكتر. يبقى هنا هلاحظ في العيال دول، خلي بالك انا هزود اهو الاورطه البريشر فيه زاد، فلقينا الاورطه كومبوننت عليت الجزء اللي انا مظلله ده. اورطه كومبوننت بقت اعلى شويه. تعالى بقى على النقيض البلمونري. الدم اللي بيروح البلمونري اخباره ايه؟ ها؟ قليل. ادام الدم اللي طالع للبلمونري قليل، البريشر في البلمونري قليل، هيبقى الدياستوليك بريشر في البلمونري مش 10، ممكن الاقيه 7، ممكن الاقيه 6، ممكن الاقيه 5، كل واحد وظروفه. فهنا اللي هيقفل البلمونري بريشر اوطى. فشوفوا بقى الجزء ده. فالبربوناري كومبوننت بقت اضعف كمان. طب انا كنت بالعافيه بسمع البربوناري كومبوننت في الاول، دلوقتي بقت ضعيفه جدا. لدرجه ان هي لا تسمع بمستوى السمع العالي، يعني السماع العالي ما تسمعش. لكن هي موجوده. لكن صوتها واطي جدا ما يتسمعش. لذلك هنا السكند ساوند انا هسمعه ايه؟ اسمعه ايه؟ 1 ولا 2 كومبوننت؟ 1 كومبوننت. ال 1 كومبوننت بتاع الاورطه ولا بتاع البلمونري؟ بتاع الاورطه. طيب ال 1 كومبوننت دي عاليه ولا واطيه؟ عاليه. لذلك مكتوب عندكم في الاوسكالتيشن هلاقي السكند ساوند سنجل صوت واحد اللي هو بتاع مين؟ الاورطه. واكسنتويتد عالي. وفهمنا ليه عالي. طيب يبقى عندي سنجل اكسنتويتد سكند ساوند. النقطة الثانية. نيجي بقى للميرمر. قلنا في الميرمر أول حاجة هدي كومنت عليها التايمنج أوف ذا ميرمر. يا ترى في السيستول ولا
فين. وزي ما انتم ملاحظين من الشرح بتاعي والاسهم الموجوده قدام حضراتكم ان الفلون 2 مليون في الاورطه البي اي سي بي ما بتعرفش زي البي اي سي ما تسمعناش ميمبر. هلا امال الميمبر هيبان فين؟ ده اللي انتم شايفينه هنا اوفر رايدنج اوف الاورطه بقى في مشكله. ليه؟ لان الاورطه واسع مفيش مشاكل. وانا ما اكون ماشي في شارع واسع والدنيا هاديه انا هتضايق؟ مفيش مشاكل. حتى لو الدنيا زحمه وانا ماشي حته واسعه مفيش مشكله. طب ما ايه المشكله اللي قدامكم هنا؟ البالمونري ارتري. البالمونري ارتري السكه فيه ايه؟ ضيقه. ادام السكه ضيقه في البالمونري ارتري هيبان الدم اللي طالع فيه البالمونري اثناء طلوعه في الحته الضيقه دي يعمل صوت. الصوت ده اللي هسميه ايه؟ ميرمر. كويس؟ يبقى الميرمر هنا اللي انا بسمعه بتاع البالمونري استينوزس. طيب خلي بالكم بقى البالمونري استينوزس هيبان في السيستول ولا الدياستول؟ اثناء مرور الدم في الحته الضيقه دي هو بيمر فين؟ السيستول. يبقى الميرمر كده سيستوليك ولا دياستوليك؟ ها؟ متاكدين؟ في حاجه عنده شك؟ الدم بيطلع في البالمونري في السيستول لازم يكون ايه؟ سيستوليك ميرمر. طيب يا ترى هان سيستوليك ولا ايجكشن سيستوليك؟ طب ليه ايجكشن؟ عشان ايه؟ ليه ايجكشن؟ انا بسال ليه ايجكشن سيستم؟ ها؟ عشان ايجكشن. ليه ايجكشن سيستم؟ ليه ايجكشن سيستم؟ نعم؟ سيبك من الفرق الكلينيكي، انا بقول ليه يسموه ايجكشن سيستم؟ نعم؟ عشان البريشر. عشان البريشر بتبدا في الاول بتبقى عالية. طيب احنا بنقول دي حاله كلينيكال، ولما حاله كلينيكال هنا حاله سهله. في الامتحان انت داخل على استاذ داخل كده بيمتحنك وزعلان، عارف زعلان ليه؟ ده بدا ده ياخد بكالوريوس على حاله داخله زي دي. هو داخل مستحقر ان الحاله التافهه زي كده تدخل لك. يعمل ايه؟ يمسح فيك البلاط بقى. يفسحك. شوف بتفهم ولا ما بتفهمش. لذلك انا بقول للطالب في الامتحان اذا كلير يدخل على حاله صعبه. لما بكون على حاله صعبه اول حاجه في الامتحان مش فاهم حاجه فيها. النقطه الثانيه اذا كان بيفهم هيديك شويه رقبه واحمر، اذا كان في رحمه ما عندوش رحمه مفيش فكه. تمام؟ لكن حدد حاله زي الفرد حاله سهله. وبالتالي بقى عشان يميز الطلبه ببعض والاستاذ ذكي عشان يقدر حاله سهله زي كده ويميز ما بين الشاطر والشاطر كويس يبدا بقى بالحاجات اللي ايه؟ المعفنه اللي انا هقولها دلوقتي. كويس؟ خلوا بالكم من المعفنه اللي احنا بنعملها في الامتحانات. ركزوا. اولا تفاجئ الطالب نقول له ابني سامع ايه؟ خلي بالك أول كلمة يقولها الطالب يقول له سامع S1 normal S2 single waxing tweet. يلاقي الأستاذ يقوم قلع الدسمة واخد بالك وحطها جنب الطالب. واخد بالك؟ هو عايز يقول له إيه؟ أنت زي دي. عارف ليه قال له زي دي؟ لأنه كذاب. انت مقبول عليك اي شيء كده انت كده عشان تقول انت سنجل سكند ساوند. يبقى انت فعلا سمعت سنجل سكند ساوند. يبقى تقدر تفرق ما بين النورمال والسنجل سكند ساوند. وانت امكانياتك مهما بلغت حتى لو انت اول كل الدفعات امكانياتك السمعيه في هذه المرحله من العمر لا تستطيع التمييز. فلذلك الصح يقول للاستاذ ان السكند ساوند انا سامعه اذا كنت سامعه فعلا accentuated. لكن هيقول لك يا ابني هو سنجل ولا دبل كومبوننت؟ اقول له يا بيه انا ما بعرفش افرق ما بين السنجل والدبل كومبوننت، لكن في النظر اللي يقولوا لنا ان هو سنجل ايه؟ كومبوننت. يبقى انت كده اتكلمت في حدود امكانيات. ما انت دكتور محترم. من قال لا اعلم فقد افهم. كلام واضح؟ النقطه الثانيه خلاص. النقطه الثانيه والله انا بحكي لكم حاجات من الواقع. ليه يا اساتذه يقولوا بقى سنجل؟
اكسنتويت تلاقي الاستاذ اتنرفز وتتعصب. يقول لهم هو موجود كده، يقول لك انا مش متضايق ان هو بيقول، ما هو انا عارف الكلام ده موجود، لكن الواد ده بيتهرج فهلاوي، واد فهلاوي، وانا الفهلاوي ده نصاب، وانا النصاب ما ينفعش يشتغل الشغلانه دي اصلا. الكلام واضح ما ينفعش. طيب النقطه الثانيه، ليه بقى نقول للطالب ليه يا ابني المربع بقى سمعته ايه؟ خلي بالك اول كلمه اقول له سامع هارش ايجكشن سيستوليك نيرف، هيقول له ليه هارش مش عارف، يقول له ليه يا ابني هارش عشان عاليه ليه؟ طب ليه عالي هنا؟ هو كده، هو احكي هو كده، هو عالي الله. طيب ليه ايجكشن؟ تخيل بقى لو الطالب ايه؟ يقول له احسن المرمر بيعمل كده كده في وشه. وانت فين شفتها في ذمتك؟ يقول له الاستاذ يستحمل. يقول له طيب يا ابني ذمتك انت حطيت السماعه، لقيت حد بيدف بسماعه يلعب كله عشان يبخ، يبقى ايجكشن. واخد بالك؟ ده كلام مناسب ومعفن. يعني ايه ايجكشن؟ ويعني ايه بان؟ ده حسب الكارديو سايكل، لكن كلينيكالي صعبه فعلا منه. لكن هو تسميه الايجكشن والبان حسب موقعه منين؟ من الكارديو سايكل. منين؟ من الكارديو سايكل. خلي بالك بقى ايه موضوع الكارديو سايكل في الحته دي عشان تفهم ترد على الاستاذ ازاي. هنا انا هحسب الرايت سايد ضغط لو سمحتوا. ادي عندي البلمونري وادي الرايت فنتريكل وادي الترايكاسبيد وادي الرايت اتريوم وادي السوبيريور وادي الانفيريور فينا دي. انا بتكلم على واحد نورمال، ما يكونش واحد مثلا نايم ويصحى ويقول لك الله هو فين الفرده الحمراء دي؟ مش لاقيها. واضح؟ اه. نلاقي حاجات كده بعد المحاضره يقول لي الله هو في واحد ما عنده قرايه دي بس؟ ماشي الناحيه اليمين ازاي؟ ليه ما انت كنت راسمها؟ انا باخد ده على سبيل المثال يعني. ما يعني؟ مش عايز حد يكتب حاجه ولا يعمل حاجه، لو سمحت انا عايز اخلص من الجزء المنيل ده. هنبدا بيه في المرحلة الآتية، خلي بالك اللي أنا هرسمه ده كل إحنا فين. بالمونري باب مقفول. والترايكاسبيد مفتوح. آدي الترايكاسبيد مفتوح. والبالمونري مقفول. البريشر هنا في الوقت ده 10. البريشر هنا في الوقت ده 0. البريشر هنا في الوقت ده 5. دي ارقام حقيقيه. 0 وهنا 5. احنا في اي مرحله؟ يا ستوري. ملاحظين هنا البريشر في البلمونري 10 وفي الفنتريكل 0 فالبلمونري مقفول. البريشر في الرايت اتريوم 5 والبريشر في الرايت فنتريكل 0 فالترايكاسبيد مفتوح، فالدم بيعدي في هذا الاتجاه في تاثر من الرايت اتريوم او من الاتريا الى الفنتريك. طيب الدم هيفضي كل الكميه اللي فيه، فيبدا يقل البريشر في الاتريا لحد ما يوصل الى اقل مستوى له اللي هو 2 مليمتر برج. الله، هو الاتريا ما يوصلش زيرو عمره. عمر الاتريا ما توصل البريشر فيها زيرو زي الفنتريك. عارف ليه؟ لان الفينوس ريتيرن از ا كونتينوس فلو، وادام كونتينوس فلو طول الوقت في عندي دم فين؟ في الاتريا، وبالتالي الاتريا البريشر فيه عمره ما يوصل الى الزيرو. طيب في الحاله دي بقى هيبدا السيستول، ركز معايا وما تبصش للي جنبك. اللي حصل هنا هيبدا السيستول، يبدا الفنتريك يحصل له كونتراكشن. فالبريشر هيبدا يعلى. البريشر كان زيرو هيصبح كام؟ 1 بقى 2 بقى 3. الله، بقينا 3. البريشر لما هنا اصبح 3 ايه اللي حصل؟ الترايكاسبيد يقفل لان تحت بقى اعلى منين؟ من فوق. البريشر هنا 3 وفوقه 2، يقوم الترايكاسبيد مقفول. لما الترايكاسبيد اتقفل طيب هل البريشر في اللحظه دي 3 كام
فين؟ بس انا مش واخد بالي منك. لحد فين؟ معايا؟ مش عارف ابدا. طيب. خلي بالك مني يا عم. خلي بالك مني. المهم هنا بقى عندنا البريشر في اللحظة دي 3، فالبلمونري مقفول والترايكاسبيد مقفول. أنا في هذه المرحلة إيه؟ السيستول، أنا بلعت السيستول، الترايكاسبيد قفل. مجرد الترايكاسبيد قفل الناحية التانية المايترال قفل، أنا سمعت مين؟ الفيرست ساوند. فتيجي تبص على الكارديات سايكل كده تلاقي اس 1 اتسمع، لأن المايترال قفل والترايكاسبيد قفل، فاس 1 اتسمع. طيب النقطة الثانية، في الوقت ده كل الفالفز مقفولة، البريشر بقى 4، مقفولين مش مقفولين؟ مقفولين. البريشر بقى 5، مقفولين. 6، 7، 8، 9، 10، لحد ما وصلت للبريشر 10 كله مقفول ولا قفل؟ كله مقفول، وأنا في السيستول. هذه المرحلة من السيستول كل الفالفز بتبقى مقفولة، اسمها ايزومتريك contraction phase. اسمها ايه؟ isometric contraction phase. فالايزومتريك contraction phase يعني انا مثلا لحد هنا دي مرحله الايزومتريك contraction phase. فالايزومتريك contraction phase في الوقت ده هل البلمونري مفتوح؟ خالص. طيب لو عندي حاجه ضيقه في الوقت ده في البلمونري يبان حاجه؟ اساسا مفيش فلو، مش هيبان. طيب لكن وانس ان البريشر بقى 11، اصبح هنا البريشر 11. لما البريشر هنا بقى 11 بقينا اعلى من البلمونري، يقوم البلمونري ايه؟ مفتوح، يبدا الدم يعدي من هنا لهنا. وطبعا البريشر قاعد يعلى فسرعته قاعده ايه؟ تزيد، كويس كده؟ طيب لحد ما اوصل اقصى حاجه كام؟ 25. اول ما البلمونري يفتح بدانا المرحله الثانيه والاخيره من السيستول، اللي هو الجزء الثاني من السيستول، اللي بسميها ايه؟ ايجكشن فيز. بيسموها ايه؟ ايجكشن فيز. هنا انا عرفت جزء في الفسيولوجي مهم قوي، كويس؟ ان السيستول عباره عن جزئين، ايزومتريك كونتراكشن فيز وايه؟ وايجكشن فيز. نهايه طبعا الايجكشن فيز ان السكند ساوند يبدا يظهر، ليه؟ الاورطه والبلمونري هيقفلوا، اللي هو نهايه مين؟ السيستول. يبقى السيستول في عندي ايزومتريك كونتراكشن وعندي ايه؟ ايجكشن فيز. طيب الناس اللي عندهم يا اولاد بلمونري ستينوزس الليفر هيبان فين؟ في الايزومتريك كونتراكشن ولا الايجكشن فيز ولا الاثنين؟ في الايجكشن فيز بس. لذلك سميته ايجكشن سيستوليك. سميته ايه؟ ايجكشن سيستوليك. يبقى هيقول لي يا ابني ليه قلت عليه ايجكشن سيستوليك؟ اقول له يا ابني لان الميرمر هنا ما بيظهرش الا في الايجكشن فيز بتاعت مين؟ السيستوليك. لذلك سموه ايه؟ ايجكشن سيستوليك. النقطه الثانيه في البي اس دي البريشر في الرايت واللفت فنتريكل سواء في الايزومتريك كونتراكشن او الايجكشن فيز الليفت اعلى من الرايت، فالفلو شغال في الايزومتريك والايجكشن، لذلك في البي اي سي دي الميرمر هيبقى ايجكشن ولا بان؟ بان سيستوليك، كويس كده؟ يبقى هنا احنا قلنا اول حاجه التايمنج اوف ذا ميرمر هنا عشان ده بالمونري ستينوزس، يبقى هنا ايجكشن ولا بان سيستوليك؟ ايجكشن سيستوليك. النقطه الثانيه هارش ولا صوت؟ تخيل بقى هنا، تعالى في الفرق. في الفرق انا لسه قايل في البلمونري سيري بريشر بقى 6، والرايت فنتريك البريشر عالي جدا، السيستول زيه زي الليفت 120. فرق كام؟ 120 ناقص 6 اكتر من 25 ولا اقل؟ اكتر. يبقى هارش ولا صوت؟ ده فيري هارش ميرمر، عالي جدا صوته، عالي جدا. تمام؟ يبقى هنا الميرمر التايمنج ايجكشن سيستوليك، الكاركتر هارش ميرمر، السايت اوف ماكسيمم انترست فين؟ هتسمعه ماكسيمم على البلمونري اريا، كويس؟ اللي هو مكان اتجاه الفلو، اتجاه الفلو مش هو بيطلع كده، اسمعه اكتر حته هنا على البلمونري.
يبقى نسمعه اكتر حته على مين؟ البرمونري. ممكن يسمع فين؟ ده صوته عالي، ممكن يسمع في كل حته. هتلاقيه يسمع لفت الاستيرما، ممكن يسمع الاي 1، ممكن يسمع الاي اكس، وات ايفر، ممكن يسمع الحته الكثيره جدا، لكن اعلى نقطه فيه هو مين؟ هو البرمونري هاي. لذلك الناس لما تيجي تشوف الباروت، الناس بتوع الكلينيكال المحاضره اللي فاتت في الكلينيكال شافوا بي اي سي دي. في المحاضره بتاع الاسبوع الثاني جاب لهم باروت، لما يجي يسمع الباروت هيحس ده بي اي سي دي بالظبط. نفس الصوت كويس ومسمع في كل حته، لكن هنا الفرق بالآتي: ده ازرق بتاع الفالوت بتاع البي سي ما كانش ازرق، بتاع الفالوت عنده سكواتنج بتاع البي سي ما عندوش، بتاع الفالوت الاريا اوف ماكسيمم انترست على مين؟ بالمونري اريا. هناك الاريا اوف ماكسيمم انترست على مين؟ ليفت باراسترنال اريا. الكلام واضح؟ مفهوم؟ طيب يبقى هنا لما اجي اوصل بقى الاسكتات الفاينل اس 1 نورمال اس 2 سنجل وايه؟ واكسنتويتد المربك تايمينج فاكس ايجكشن سيستوليك الكاركتر هاش سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي بالمونري اريا بروباجيتد ممكن للاي 1 ممكن الى ليفت باراسترنال ممكن للايبكس ترايكاسبيد وات ايفر لانه هو ايه هاي او فيري هاش في مشاكل. طيب بعد كده نيجي نتكلم على الكومبليكيشنز. يا ترى ايه الكومبليكيشنز بتاعت الهالوت تترانش؟ اول حاجه تعالى بقى بص على الكومبليكيشن بتاع اي كونجنتال هارت ديزيز اخر. اي كونجنتال هارت ديزيز اخر ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل معاهم؟ اول حاجه ريبيت تشست انفكشن. العيانين دول يجي لهم ريبيت تشست انفكشن صح كده؟ صحيح فوق. عندهم لاك ايه؟ بوليجيميا. وما دام عندهم لاك بوليجيميا ما اقدرش اقول ان عندهم ايه؟ ريبيت تشست انفكشن. لكن المشكله السوداء ان بيبقى عندهم هاي انسلنس اوف بالمونري توبركلوزس. التي بي عندهم عالي جدا. كويس؟ ليه التي بي عالي في العيانين دول؟ الحقيقه التي بي يا اولاد عالي في العيانين بتوع الكونجنتال سيروتيك هارت ديزيز كلهم وعلى راسهم مين؟ الكافيت اللي عنده مراجعه الدرما. المهم هنا بالنسبه لنا خلاص هي الحصه الثانيه عشان ده هتفوت. احنا القضيه كلها انا مش فارقه معايا اديها بكره ده الخميس ده السبت، لكن الناس بيبقى عندهم درماتولوجي بكره امتحان. ناس بتقول عندها سايكاتري وطش جاي لهنا ممكن تكون السبت الساعه 1 الوتولوجي. اول حاجه الانسلنس اوف تبركلوزس عندهم عالي جدا. ليه بقى؟ التي بي يا اولاد عند الالوتولوجي عالي جدا لسبب تاني. انا فاكرك وعيد خالص دلوقتي اتفقنا على جودي يبقى زي ما احنا الاسبوع الاسبوع الجاي. بالنسبه لنا قلنا التي بي عالي جدا ليه؟ لان يا اولاد التي بي بس اللايف وجدوا ان هي مايكرو ايروبيك بكتيريا. يعني ايه مايكرو ايروبيك بكتيريا؟ التي بي باسيلس غير اي بكتيريا اخرى. الناس بتتكلم التي بي باسيلس غير اي بكتيريا اخرى. بمعنى البكتيريا اساتذتنا في البكتيريولوجي صنفوها الى مجموعتين ايروبيك وانيروبيك. كويس؟ خلايا محتاجه اكسجين عالي وخلايا مش محتاجه اكسجين خالص او كميه بسيطه. لكن وجدوا ان التي بي بس اللايف مايكرو ايروبيك بكتيريا. لا عايزه اكسجين عالي قوي ولا عايزه اكسجين واطي جدا. طبعا هذه الميديا بتتحقق لها فين؟ في الناس اللي عندهم ايه؟ ميكس بلاد. الناس اللي عندهم كونجنتال سيروتيك ايه؟ هارت ديزيز. فعندهم البي او 2 مناسبه للتي بي بس اللايف فلارينج اب، ولذلك التي بي انفكشن هياخد راحته عندهم. كلام واضح؟ طيب واحد يقول طب الكلام ده اهميته في ايه؟ لان في النظر في الاسف في العملي لما الاستاذ يجي ينبسط منك يجي يقول لك يا ابني الواد بتاع الفالوت ده الانسنس اوف تبركلوزس عنده اخباره ايه؟ اقول له عادي. كويس؟ يقول لك طب ايه يا ابني المانيفستيشنز اوف تيوبركلاس توكسيميا؟ ومش هيسالك بقى ليه ومش ليه؟ هيعرف من النقطه دي.
طيب ايه من المانيفستيشنز اوف تيبركلس توكسيميا في الفالوت ترانشن؟ المانيفستيشنز اوف تيبركلس توكسيميا في الفالوت ترانشن. والله هذا السؤال سئل قبل كده شفوي في الدكتوراه ومفيش حد يعرف كويس. الدكتوراه ما عرفوش انه محافظين مش فاهمين ايه المانيفستيشنز اوف تيبركلس توكسيميا في الفالوت ترانشن. طيب واحد يقول لي ايه المانيفستيشنز اوف تيبركلس توكسيميا في الشخص العادي؟ night fever, night sweating, anorexia and loss of weight. صح؟ طيب الكلمة كلها حفظنا. حفظناها كده night fever, night sweating. ليه night fever, night sweating؟ واحد يقول لك ايه كده؟ ليه night fever, night sweating؟ مش day and night. مش day fever and day sweating. كويس؟ للنفس السبب. التي في بس الله يا ولاد احنا اثناء النهار واحنا صاحيين الضيوف عندنا عالية قوي. فالتي في بس هذه الميديا غير قابله للاكتيفيتي بتاعتها ويحصل خمول في الاكتيفيتي بتاعتها. لذلك العيال بالنهار ما تلاقيهمش يسخنوا ولا يعرقوا ولا القصه دي كلها. لكن احنا لما ننام بيحصل لنا الريسبيراتوري بيقل. طبيعي واحنا نايمين الريسبيراتوري عندنا بيقل. مش كده بس الطايدة الفوليوم بتاعك بيقل. يحصل لك هايبو فنتليشن وانت نايم. لما يحصل لك هايبو فنتليشن وانت نايم البي وتوعتك بالدم بتقل وانت ايه؟ نايم. في الوقت ده بقى التي في بيحصل لها الميديا بتاعتها تبدا تشتغل ليلا عشان عندك بي وتو واطيه بالليل. تشتغل بالليل اكتر. لما تشتغل بالليل اكتر تلاقي عيل وهو نايم الام تقول لك يا دكتور اجي اشوف الواد بالليل وهو نايم الاقي الواد غرقان من العرق بتاعه واحط ايدي عليه الاقيه مولع نار. لكن بالنهار ما فيهوش حاجه خالص. يبقى دايما الفيبر بتيجي بالليل عشان البي او 2 بالليل بتبقى عندنا ايه؟ اقل. ودي الميديا اللي حباها مين؟ التي في بس اللاين. كويس؟ يجي بقى السؤال بقى بيقول لك ايه المانيفستيشنز اوف تيبركلس توكسيميا في الفالوت؟ تطلع اقول له صح كده. شوف الراجل رد ايه؟ هقول له داي اند نايت فيبر اند سويتنج. يبقى هقول له عنده كونتينوس فيبر اند سويتنج يعني موجوده داي اند نايت. واخدين بالكم مع انوركسيا اند لوس اوف ايه؟ اوف ويت. هيقول لك طب ليه داي اند نايت خاص العاديين نايت فيبر؟ اقول له عشان قصه البي او 2 والقصه اللي انا بقولها دي. النقطه الثانيه بقى لا ما تفرقش عندهم لان البي او 2 اول ذا تايم موجود. طيب بعد كده نيجي بقى نبص على النقطه الثانيه. العيال دول عندهم كل الدم اللي في جسمهم البي او 2 واطيه. الدم البي او 2 عندهم واطيه تتوقعوا فيه تيشو هايبوكسي. الام في تيشو هايبوكسيا الكدني يكون مطلعه اليسترو فايوتين. لما الكدني تطلع اليسترو فايوتين يبقى فيه انيميا ولا بوليسايسيميا؟ بوليسايسيميا. الار بي سي كاونت عندهم هلاقيه ايه؟ هلاقيه عالي. طب وايه المشكله؟ ولما يحصل يا اولاد عندنا بوليسايسيميا البلاد فيسكوستي تزيد ولا تقل؟ تزيد. لما البلاد فيسكوستي عندنا تزيد الثرومبوز عندهم يزيد. تلاقي جايلك عيان فالوت وعنده هيمبليجيا مثلا. عيان فالوت وعنده دي بي دي. عيان فالوت وعنده مثلا اسكيميا في الجت وات ايفر الثرومبس فين. يبقى هنا عندهم الانسلنس اوف تيبركلس توكسيميا او اس تي بي عالي. النقطه الثانيه عندهم بوليسايسيميا. مش كده وبس الانسلنس اوف ثرومبوس عندهم هيبقى ايه؟ هيبقى زياده. نيجي بعد كده. العيال دول من اكثر الثرومبوز السريبرال انفاكشن. ان ممكن يحصل لهم سريبرال ايه؟ انفكشن. يجي له هيمبليجيا يجي له وات ايفر بقى حسب الليجن فين. طيب مش كده بس الانسلنس اوف برين ابسس عندهم عالي قوي. العيال دول ليه بيجي لهم برين ابسس؟ ليه بيجي لهم برين ابسس؟ خلي بالك احنا عندنا زمان في الفيسيولوجي قالوا لنا ايه الفانكشنز اوف ذا لانج؟ لانج صعبة؟ اللي انتوا عارفينه ماليش دعوه بيه. حدش بقى يقول لي تاخد بتدي اكسجين وتدي كربون دايوكسيد والقصه دي. من ضمن الفانكشنز اوف ذا لانج يا اولاد ان لها فاجوسيتيك فانكشن. لها فاجوسيتيك ايه؟ فانكشن ازاي؟ خلاص؟ الدم يا اولاد لما يقطع في البلمونري ويعدي في اللانج في قلب اللانج في فاجوسيتيك سيلز. الفاجوسيتيك سيلز دي
تاخد اي مايكرو بكتيريا وتطرس منها، يعني تعمل فلتريشن تام من اي بكتيريا عليها، عشان لما تروح للبنت سايت تكون ايه؟ متحرره من اي حاجه. كويس؟ زي قصه الليبر بالظبط. الدم لما بيعدي من البورتال فلو يروح للليبر، قبل ما يوصل للسيستميك الليبر ميتاكوسيتيك سيلز. كويس؟ تقوم عامله سنسيتايزيشن للدم من اي بكتيريا موجوده فيه. كويس؟ طيب استراليزيشن اسف. بعد كده يبقى هنا البكتيريا لما بتعدي في اللنج الميتاكوسيتيك سيلز وخلصنا منها. يبقى هنا مرور الدم في اللنج مهم قوي كفلتر عشان تخلص منين؟ من البكتيريا. تخيل هنا بقى الدم بيطلع في الاورطه، معظمه بيطلع في الاورطه من غير ما يمر فين؟ في اللنج. هتلاقي معظمه زي ما انتم شايفين كل الدم بيطلع في الاورطه من غير ما ايه؟ ما يمر في اللنج. طلع بخيره. كويس؟ بالبكتيريا اللي فيه. طيب تخيل بقى هو طالع في الاورطه، اول حاجه هيقابله مين؟ الثلاثه دول. الثلاثه دول اول واحد النومينت. النومينت ده طالع منه مين؟ طالع منه الليفت. طبعا كاروتيد والليفت سبكريبيو. واللي بعديه ده الرايت كومن مين؟ كاروتيد. يبقى التو كاروتيد طالعين من الاكشر دوت. يبقى لو في عندي بكتيريا هنا هتطلع على طول فين؟ في الكاروتيد ارتري، هتروح على البرين. في فرصه جامده جدا تعمل لي برين ايه؟ برين اكسس. واخدين بالكم؟ اكتر حته تيجي فيها اكسس هو مين؟ البرين، عشان الكاروتيد واخد من الارشر دورته مباشره. يبقى هنا التي دي عندهم عين، عندهم بوليسايسين، يجي لهم ثرومبوزس، يجي لهم سيريبرال انفاكشن، يجي لهم برين ايه؟ اكسس. بعد كده ممكن يجي له هارت فيلير ولا ممكن. اذا جاله هارت فيلير تتوقعه ليفت ولا رايت؟ ها؟ رايت انتريكولار فيلير. ممكن يحصل عندهم رايت انتريكولار فيلير، لان مين اللي تعبان؟ الرايت انتريكولار. سته ضيقه وبيضخ اجريس هاي بي بريشر. بعد كده العيال ممكن يجيلهم انفكتيف اندوكاردايتس؟ ممكن ولا لا؟ ممكن ممكن يجيلهم انفكتيف اندوكاردايتس. لكن انفكتيف اندوكاردايتس رير فيهم. ليه؟ هنعرف لما ناخد الانفكتيف ايه؟ اندوكاردايتس. الايزن اسف الايزن ميكر سندروم هنا بحصل هو من الاول اسف ايزن ميكر ايه؟ هو من الاول ازمه. لكن السيانوتيك سبيلز وان اوف ذا كومبليكيشن. السيانوتيك سبيلز وان اوف ذا كومبليكيشن. بل على راس الكومبليكيشن. اوعى تنسى كلمه ايه؟ سيانوتيك سبيلز. اخر حاجه جيت انفستيجيشنز بقى اللي هنعملها للفلوس. نعمل ايه؟ شست اكس راي. في شست اكس راي حتى سبيسيفيك كونفجريشن في الخط هتشوفوه راي العين في الاكس راي العملي. اسمه حاجه اسمها كانسابل هارت. اللنج فيها بوليكيميا ولا فليسرا ولا كونجيشن؟ بوليكيميا، الدم اللي في اللنج قليل. بعد كده اعمل اي سي جي، نعمل ايكو، وقبل ما نشتغل نعمل ايه؟ اصبر. في مشاكل؟ طيب تريتمنت. ايه التريتمنت بتاع الفالوت الدارجنس؟ الهيبوكسيا، تشو هيبوكسيا. نعالج بقى ازاي في الفالوتوبرولوجي؟ اول حاجه يا اولاد ميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت ان انا هعمل زيه زي اي كونجنتال هارت ديزيز، ان انا اعمل بروفيلاكسيس اجينست انفكتيف اندوكاردايتس. هعمل بروفلاكس اجنس ايه؟ انفكتيف اندوكاردايتس. النقطة الثانية، لو العيان دخل في سيانوتيك سبيلز تعمل له ايه؟ سيانوتيك سبيلز، العيان انت مثلا بتشوفه في الاستقبال او محدود عندك في المستشفى، فجأة انت موجود في قلب الأوضة، تقوم الحق له طول الحق له طول، الواد وقع من طوله. بصيت على الواد لقيته وقع من طوله، لقيت الولد مزاج. واخدين بالكم؟ مش كده وبس، بدا يتشنج. تقول لها اسكتي بس استني شويه كده وهي فوق لوحده. ما جاز يكون اخر سنوات اكسبيرينس في حياته. واخد بالك؟ لازم تعمل اللازم. تعمل ايه بقى لو لقيت الواد دخل منك في سنوات اكسبيرينس؟ اقوم عامل ايه؟ اقوم شايل الولد وحطه على السرير واخلي
الام او اي حد موجود معاك في الاوضه يقوم حاطط الولد في السكواتنج بوزيشن. الولد ابتدى مفيش وعي، الولد كوماتوز. اقوم جايب رجليه على بطنه الاثنين واخلي واحد يمسك رجليه الاثنين كده على بطنه ويضغط عليهم، يعني هحطه فين؟ في السكواتنج بوزيشن. لما احطه في السكواتنج بوزيشن هرفع البريشر فين؟ في الاورطه. في الحاله دي اخلي رايت فنتريكل يزق اتجاه البلمونري فيفتح البلمونري. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اقوم عامل ايه؟ اقوم حاطط الواد على الاكسجين بسرعه. هو هيفيده؟ لا مش هيفيد دلوقتي، عشان انا اوزع كميه الاكسجين اللي واصله للنق، عشان اول ما يوصل للنق ده بيشيل اكبر كم منين؟ من الاكسجين. بعد كده اقوم مركب كانيولا للعيان. الكانيولا دي هحقن فيها ايه بقى؟ على طول في الحال اقوم مدينه اندراج انترافينوس. الاندراج ده بيتا بلوكر، كويس؟ بيعمل ريلاكسيشن للانفانتيبلر، هيرخي مين؟ الانفانتيبلر. مش مهم الدوس بتاع الاندراج، يبقى قد اندراج. الاندراج ده يرخي مين؟ الانفانتيبلر. طيب مع صوديوم بايكارب، ليه بدي صوديوم بايكارب؟ عشان اصلح الاسيدوز، مش عارف تشوي هيبوكسيا في اسيدوز، يبقى صوديوم بايكارب ندي اندراج وحطيته على اكسجين وحطه فين؟ في السكواتنج بوزيشن. لو اديت اندراج بعد دقيقه اثنين الواد ما فكش، على طول لازم تدي مورفين. لازم تدي ايه؟ مورفين. المورفين هيرجع اي عضله. واحد يقول اديله مورفين ويطلع مدمن، مش مهم، المهم الواد يعيش. يبقى هنا حد مورفين، مورفين سيندكيتد هنا، لازم ادي ايه؟ مورفين عشان ترخي الانفانتيبلا، لان المورفين هنا is a life-saving drug. is a life-saving drug. في مشاكل؟ واضحه كده؟ طيب بعد كده surgical treatment. طبعا الناس اللي هيجي لهم cyanotic spells، اللي جالهم cyanotic spells لازم يمشوا بعد كده على اورال ايه؟ اندرال على طول. طيب من ضمن الحاجات قبل السيرجيكال ان بالميديكال تريتمنت لازم تدي الواد ده ايرن وفوليك اسيد. ليه ايرن وفوليك اسيد؟ زودوا فوليك يا ولاد، مش عارف بس. تدي ايرن وفوليك اسيد ليه؟ عشان البوليسايسيميا عنده هايبر اكتف بون مارو، عنده بوليسايسيميا هايبر اكتف ايه؟ بون مارو. انا في هايبر اكتف بون مارو، يبقى هنا المارو هيخلص الفوليك اسيد بسرعه والايرن ايه؟ بسرعه، لازم ادي فوليك وايرن. بعد كده سيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال سهل قوي. اول حاجه بنعمل حاجه اسمها بالياتيف سيرش. ايه البالياتيف سيرش؟ احنا ما نقدرش نعمل توتال كوركشن للهارت والولد صغير قوي. ليه؟ لان الهارت بيكبر، ممكن اي جراحات في الوقت لو يعمل جرافتنج يرجع تاني الموضوع والعمليه تفشل. فلازم عشان يظبط الدنيا لازم يكون الهارت حجمه معقول عشان يقدر يعمل جرافت ويرقع ويعمل القصص دي كلها. طيب لحد ما ظروف العيان تسمح ان هو نعمل توتال كوركشن، بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها بالياتيف سيرجري. ايه البالياتيف سيرجري؟ ان هم يحسنوا السينوز عنده. عشان لما احسن السينوز الواد الهيبوكسيا عنده هتتحسن، مش هيبوكسيا هتتحسن، وزنه ايه؟ يتحسن وكل حاجه تتحسن. يحسنوا الهيبوكسيا ازاي؟ تعال بص، الواد في اول المحاضره ما كانش ازرق ليه؟ اول حاجه عشان الانفانتيبل ما كانش حصل فيه ايه؟ يقوموا داخلين بالمنظار بالاسطر اسف ويقوموا شايلين الانفانتيبلا، يرخوا يشيلوا العضله الزياده دي، يعملوا ريسكشن للانفانتيبلا، يقطعوا العضله دي يفتحوها. لما يفتحوها الدم هيطلع اوتوماتيك على مين؟ كم الاكسجين الدرات هيزيد، تلاقي الواد الزرقان راح خالص من عنده. طيب النقطه الثانيه، الواد ما كانش ازرق ليه في اول المحاضره؟ عشان بيتا الدكتس. نعمل له حاجه زي البي دي اي، كويس؟ حاجه زي البي دي اي، نعمل شنط ما بين مثلا هنا اللفت سبكليفيان والبالمونري، او ما هو ده اللي انا بقول بقى اللفت سبكليفيان طالع منه، او من الرايت سبكليفيان والرايت ايه؟ بالمونري، او اللفت سبكليفيان واللفت بالمونري. المهم قش من الاورطه، فيسل من الاورطه وصله مين؟ بالبالمونري. دلوقتي الجراحات تحت القلب يقدر يوصل الاورطه بالبلمونري مباشره، مش اي مشكله، تمام؟ يعمل زي بي دي اي. لما اعمل زي بي دي اي زودت الدم اللي رايح لمين؟ للرن. لما زودت الدم اللي رايح
التكنيشن ايه اتحسن، الهاي بوكس عنده ايه اتحسن، والسينوز السروحي لحد ما يكبر اعمل توتال ايه كوركشن. العمليه الاولانيه اللي عملوا ريسكشن للمانديبرا اسمها بروك اوبريشن، اللي عملوا شنط اسمها لالوك توسينج اوبريشن. مش مهم بقى اسامي الاوبريشن دي سوشيال، احنا قلنا ايه النهارده. النهارده اتكلمنا على في الاتي نم الدنيا عشان الموضوع ده سيء بس شويه. وما يعني ايه فالوتولوجي؟ خلاص فالوتولوجي عباره عن الاتي اربع حاجات. هو انتوا مش عايزين اللبنه الاخرانيه النهارده؟ مش عايزينها، محتاجينها جدا جدا. قلنا في الفالوتولوجي عندنا اربع حاجات. في عندي اوفر رايدنج او الاورطه، الاورطه فاتح في اللفت والرايت فانتريكل. النقطه الثانيه عندي وايد ميمبرينس بي سي دي. النقطه الثالثه عندي رايت فانتريكل هايبرتروفي مايل. وبعد كده في عندي سب فانتريكل بارمونال ستينوزس ما بيظهرش الا بعد الولاده، باكد عليها للمره الاخيره اهو. طيب فاكس ايتولوجي زيه زي اي كونجنتال هارت ديزيز. طيب كلينيكال الام هتيجي تشتكي من ايه؟ اول حاجه هتلاحظها السنترال ثايرويد. السنترال ثايرويد ده ما كانش موجود ساعه ولاده العين، لكن اول ما ظهر ظهر بعد اسبوع اثنين ثلاثه، بعد شهر اثنين ثلاثه، بس لازم يظهر في اول ايه؟ ست شهور. قلنا ليه بقى الوقت في الفتره الاولى ما كانش عنده ساينوزس؟ لسببين. ان الانفانتيبيا ما كانش لسه فيه هيباتوبي، فمعظم الدم بيروح للمص، فمعظم الدم اللي بيطلع في الاورطه اوكسجينيتد. السبب الثاني ان ساكتس ارتيلوزس بتتاخر في السلوجر عندهم، فالدم اللي بيروح للنج بيكون اكثر، الدم اللي هيبقى اوكسجينيتد هيكون اكثر، النتيجه الواد ما يظهرش عنده سنترال ايه؟ ساينوس. امتى يظهر؟ لما يحصل هيكارتو في الانفانتيبيلا، ولما يحصل كلوجر وزاكتس ايه؟ ارتيلوزس. النقطه الثانيه الام في سنترال ساينوس مع الوقت يبدا يظهر مين؟ سايبات الكلابي. بعد كده الام هتلاحظ ان الواد طول الوقت قاعد فين؟ في السكواتنج. ليه الواد بيبقى قاعد في السكواتنج؟ لان في السكواتنج بيحصل كينكينج للهيمورال والبوبليتيا الارتري، بيزود البريشر على الاورطه، بيخلي الدم مجبر ان انا اعدي فيه البلمونري، زودت كميه الدم اللي طلع فيه البلمونري، زودت كم الاوكسجينيتد بلاد، حسنت التيشو هايبوكسيا. بعد كده العيانين بتوعنا دول ممكن يجي لهم ثيروتيك سبيلز. وانا سبب الثيروتيك سبيلز ان حصل اسباز في الانفانتيبيلم اوف ذا بلمونري ارتري. ايه سبب الاسباز؟ موستلي انون. لكن في ناس بتقول مع هاي فايرال انفكشن ممكن يحصل، في ناس بتقول مع الهايبوفانسيليا. لما حصل اسباز مفيش دم طلع في البلمونري، اللي حصل كل الدم اللي في الاورطه اصبح نان اوكسجينيتد، فحصل سينكوبا الاتاك، السينوزس بقى مور ديب، فلا يحصل جنراليز كونفولشن، وبعد كده يحصل ريلاكسيشن مره اخرى للانفانتيبلم، ان يحصل البلمونري فلو يشتغل مره ثانيه، يظهر الاوكسجينيتد بلاد، يبدا الواد يفوق مره ثانيه. طيب العيال دول في الجنرال اكزامينشن هلاقي عندهم ايه؟ اوعى تنسى السنترال ساينوز، اوعى تنسى الكلابينج اللي معاهم، اوعى تنسى السكواتنج ايه؟ بوزيشن. في اللوكال اكزامينشن اوف ذا هارت ايفري ثينج از نورمال اكسبت اوسكالتيشن. هتلاقي في الاوسكالتيشن اس 1 نورمال، اف 2 سنجل ويف واكسنتويتد، الميرمر، التايمنج، ايجكشن سيستوليك، الكاركتر هارش، سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي على البالمونري اريا، كويس كده؟ بروباجيتد ممكن لايه؟ 2 او ليفت باراستيرنا، ممكن اي 1 ممكن يوصل تراكتاستل، ممكن زي البي سي دي ممكن بروباجيتد الاوبر فيبري كورديان. طيب حكايه بقى مفتوحه عندكم، الميرمر بيزيد كل ما الاستنوز يقل، اسف يزيد الميرمر يقل، والقصه دي انا هقول بعض انواع الفلوت الاخرى، وهقول الحاجات دي كلها المره القادمه في اول محاضره. بعد كده ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في الفلوت التراكوجي؟ قلنا اول حاجه سينوتيك سبيلز اوعى تنساه. التي بي عندهم اكتر من اي ناس ثانيه، وده كومن في كل الكونجنتال سينوتيك هارت ديزيز، لان التي بي بثلث از مايكرو ايروبيك ايه؟ بكتيريا. ما تنساش المانيفستيشنز اوف تبركلس توكسيميا اوف فالوس، هتلاقي داي اند نايت فيفر اند ايه؟ اند شوكينج. طيب بعد كده عندهم بوليسايسيميا عشان تشوي هايبوكسيا، البوليسايسيميا هتزود الانسنس اوف ثرومبوزس عندهم. طيب ثرومبوزس ممكن يعمل لهم سيبرال ايه؟
انفاركشن مش كده وبس، ممكن يجي لهم لانج ابس اسف برين ابسس. ليه برين ابسس؟ لان الدم بيعمل باي باس لللنج، واللنج تعتبر فلتر لمين؟ للبكتيريا، والبكتيريا دي تطلع بكم كبير جدا من الرايت فنتريكل الى الاورطه ثم الى كاروتيد ارتري على الناحيتين. طيب بعد كده ممكن يجي لهم مايكل ديكراكتيريا، ممكن يجي لهم انفكتيف اندوكاردايتس. بعد كده العيال دول ايه الانفستيجيشن اعملها؟ شست اكس راي، اعمل اي سي جي، اعمل ايكو واسطرها قبل اللقاح. طيب العلاج ايه؟ ميديكال تريتمنت، بعمل بروفلاكسيس اجينست انفكتيف اندوكاردايتس، بندي ايرون وفوليك اسيد عشان البون مارو هايبر اكتيفيتي، بندي اندرال للناس اللي كل شويه يجي لهم سيروتيك سبيلز. لو الواد دخل منك سيروتيك سبيلز ونحطه في سباتنج بوزيشن، بعد كده حط الاوكسجين ثيرابي على كاميرا احقن فيها هيدرال وبايكار، ما رجعش يدي ايه؟ مورفيان، وبعد كده سيرجيكال ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.